يوم التخرج هو القطاف والحصاد لتعب 5 سنوات من الطلاب وعائلاتهم وأسرهم الكريمة، وأيضاً من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية. بعتقد هي لحظة هي الأجمل، هي التتويج لجهود كتير كبيرة، بس هي أيضاً بداية، يعني هي مثل ما عم نقول هي ختام جميل، ولكن هي بداية لمسيرة لحياة مهنية. كتير مسرورين بتخريج دفعة جديدة من كوكبة من خريجي كلية الصيدلة بجامعة دمشق، طبعا اللي هن اكيد حيكونوا ردفاء للسيادة الموجودين حاليا وحيطوروا المهنة بالمستقبل ان شاء الله. بنتمنى لهم الخير، وهي فرحة كثير كبيرة سواء كان للطلاب ولا الاهل ولا ايضا للكلية، بحيث انه خلصوا وبدأوا هلا الحياة العملية من اول جديد. شعور كثير حلو لما الواحد يوصل لهذا المكان، المكان اللي كان يحلم فيه، طموحه وحياته انه هو بعد تعب سنين وصل لهذه المرحلة. الفضل لرب العالمين انه انا بعد كل هالمدة وكل هالسنين وصلت لحققت حلمي، وبتشكر كثير اهلي اللي كانوا دعم لإلي وسند لإلي بكل شيء، بتشكر كل احبابي اللي كانوا حوالي، كان بتفصيل صغير تفصيل كبير كانوا دائما معي وبيشجعوني على كل شيء. شكرا كثير لإدارة الكلية، كلية الصيدلة بجامعة دمشق، على كل شيء قدموا لنا اياه من اساتذة والهيئة الإدارية. ما في احلى من فرحة النجاح، انا كثير مبسوطة اني هون هلا مع رفقاتي، بدي اهدي نجاحي لاهلي وبدي اهدي نجاحي لكل الناس اللي بحبهم، واكيد لترتيب الجامعة اللي تعبوا معنا طول هي الفترة.